شعار معا لصون كرامة الإنسان وحقوقه في كنف دولة القانون. رئيسة المنتدى الجهوي للمجتمع المدني في الحوض الشرقي سيدة هند بنت التراد قالت إن هذه القافلة التي ستجوب عدة مقاطعات في الولاية تهدف إلى شرح القوانين المجرمة لهذه الظواهر اللا إنسانية والتحسيس بطرق محاربتها. وأشارك في هذه الحملة التحسيسية عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان. وقد أدلى ممثل حقوق الإنسان في المنتدى الجهوي للمجتمع المدني في ولاية الحوض الشرقي بتصريح له قال فيه: الحمد لله لحد الآن فتنا عدنا مقاطعة تنبطقة ومقاطعة ولاتة ومقاطعة أمرش ومقاطعة باسكنو والمقاطعات الأخرى الحمد لله بإذن الله تعالى. والنعمة المركزية طبعا عدنا فيها عدة أنشطة، فيها نشاط الافتتاح اللي كان ضمن في مباني ولاية الحوض الشرقي، وعدنا محطات النقل، وعدنا السوق المركزي. الحمد لله مطمئنين على أجواء الحملة على مستوى الولاية، الحمد لله الدور تعود، خاصة أن ولاية مترامية الأطراف، والحمد لله نحن في المنتدى وشركائنا كلهم الحمد لله. ولا ننسى نشكر السلطات الإدارية اللي كانت دائما في جميع المقاطعات كانت حريصة على أنها تعود تشارك معنا بطريقة مسؤولة ومحترمة وتهيئ أن كافة الظروف اللي